هذا في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي محبي وعشاق الرياضة أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرة تانية بنرجع لكم كده مع قناة نادي القرن، قناة النادي الأهلي، والمباراة المرتقبة اللي اتأخرت علينا كتير النهاردة مع النادي الأهلي والخدمات الكيني. طبعا عرفنا موقف المباراتين اللي فاتوا، مباراة سموحة والطيران، فاز سموحة 3-2، ومباراة أهلي بني غازي مع السويحلي الليبي، وفاز السويحلي 3-1. طبعا بالنتيجه دي بقى بيستنوا هم لقاء الاهلي والخدمات اللي هيبقى قدامنا دلوقتي، ولقاء الجيش مع السجون الكيني. على بركه الله كده بنبدا اللقاء، وكلنا امل طبعا في فريق نادي الاهلي اللي بيتميز في استقباله وارسالاته القويه جدا وحوائط صده الرائعه، وطبعا في ضعف بقى واضح في فريق الخدمات العامه، عندهم الارسال عادي ومتواضع، وطبعا زي ما احنا هنشوف هو يتعامل مع النادي الاهلي، ولكن ارسال سريع المره دي، واحمد سعيد كده بيقلسه وقطب بيضرب، ولكن حائط صد قوي. وهنشوف بقى حائط الصد الكينيه هتعمل ايه مع هجوم الاهلي، بشرط ان احنا نجيد الاستقبال. واول كره كده واحد لا شيء بالخدمات الكيني، وعايزين نتالق مع نجوم النادي الاهلي ويمتعونا بالمباراه اللي انتظرناها بقى من بدري. وادي كده ارسال تاني، ولكن احمد سعيد باقتدار ويجري ويضرب كره قويه. شكلهم كده فريق الخدمات الكيني حافظين اتجاهات الضرب بتاعه فريق النادي الاهلي، والراجل واقف بسهوله جدا طلع كره احمد سعيد، ولكن قطب بيحسم النقطه بلوك قوي جدا، وبيرجع عبد الله عبد السلام على الارسال. ارسال قوي واستقبال رائع وضرب من المنطقه الخلفيه في مركز 5 للاعب رقم 10 للخدمات كريشر. هنسخن كده مع اللقاء، اعذرونا معلش، طالعين من مباراه قويه جدا لسموحه والطيران، اخذت ساعتين ونص نقلناها لحضراتكم. واللاعب رقم 2 اهو بريان ميلي، لاعب ارسال قوي وعبه بقى بيطلع من منتصف الشبكه بكره جباره جدا وقويه لا تصد ولا ترد، وبيحاولوا كده يتوائموا مع بعض من البدايه، وعبد الله عبد السلام بينبه اللعيبه ان احنا لازم نتميز وادائنا يكون متقن مع بدايه اللقاء، وما نمشيش نقطه ونقطه، لان الفريق الخدمات العامه مقدم بطوله جيده جدا. وادى احمد سعيد بارسال سبايك واستقبال خارج الثلاثة متر، ترجع في مركز 2 وضرب قوي بيعمل ملامسه كده ولا ايه، لا خارج حدود الملعب، ونقطه للنادي الاهلي 3-2، اول تقدم. وعبد العال سلامات يا عبد العال في قلب الملعب، ولكن طبعا بينقصنا بقى شكري جويني المصاب. 3 الاهلي 2 الخدمات، واحمد سعيد ما زال على الارسال بارسال سبايك قوي، بيلعبوا في مركز 5، ولكن المره دي في الشبكه. يا احمد يا سعيد نزلت دراعك بدري شويه، حاول كده من البدايه نحقق الفارق مع الفريق الخدمات، لانه فريق حماسي جدا وما بيهمتش. ارسال مع كيبلاجت، وكره كده مع استقبال جيد، وقطب بقى بيحط الكره بخارج كتفه في ايد حوات الصد وتطلع خارج الملعب. كورنيليوس كوبلاجت
اسمائهم طبعا مركبه صعبه جدا، بنحاول نطلعها كده بالاداء السليم. وكان من قبلهم بقى لاعب المحترف اللي اسمه جربوع، امير جربوع، ولكن انا كنت بنطقه بالفرنسيه. وارسال كده سهل تاني، واستقبال شبه ضايع، ولكن عندهم معد سريع جدا وصل لكورته وبيشدها دلوقتي في مركز اتنين لقض، ولكن ترجع تاني بتراي عالي قوي. الفرقه دي متعبه فعلا. وادي عبد الله عبد السلام، وتتشد تاني في مركز اتنين، وقضب من فوق حوائط الصد وبيطلبوا تاتش كده، وبيشاور حامل الراية بتاتش، ولكن الحكم الاول بياخد قراره ويشاور انها خارج الملعب. وعبد الله عبد السلام كابتن الفريق بيروح يتناقش معاه كده، بيقول له في تاتش في الكوره، ولكن طبعا ما حسبهاش الحكم الاول. وأربعة أربعة، لاجيت على الإرسال رقم أربعة، كورنيلوس لاجيت، إرسال سهل واستقبال جيد المرة دي من عبد العال. وأدي قطب بقى اللي عليه محور الأداء النهاردة، وتالت كرة أو رابع كرة ترفع له من بداية اللقاء في تسع نقاط، بيضرب كرة كده قوية. وأدي كابتن ميدو بهدوء وبقى بيشاور كده لعيبته وبيقول لهم مزيد من الإتقان مع البداية. وقطب بيرجع على الإرسال وبيلعب إرسال سبايك قوي مع الوزب، وفعلا وإرسال قوي بنقطة مباشرة. تسلم إيدك يا قطب، تسلم إيدك يا نجم النجوم، يا لاعب النادي الأهلي. 2 متر و4 قطب، ما شاء الله لاعب قوي وقدير ومميز داخل صفوف النادي الأهلي. عنده طول 2 متر و4، ارتقاء للهجوم 3 متر 60، للبلوكات 3 متر 50، وعنده 27 سنة، لسه قدامك عمر كمان يا قطب ما شاء الله. وادي الإرسال الثاني بنقطة مباشرة، ما كدبش خبر قطب، وبيحط لنا كده النادي الأهلي في المقدمة بفارق 3 نقاط مع إرسالين ورا بعض على طول بقوة ورشاقة ومرونة كده، وما شاء الله يكمل بس أداؤه على كده قطب. ارسال ثالث من قد، وادي استقبال المره دي داخل 3 متر ويعكسها كده الراجل، ولكن دفاعات قويه قوي من قد ومعوض، وبيضرب احمد سعيد في اللاين، وترجع كره سهله، ودفاع تاني قوي من عبد العال، وضرب تاني اهو عبد العال ضربها بقوه قوي، والدفاع كان من احمد سعيد في الخط الخلفي، وتيجي في حوادث الصد وتطلع خارج الملعب. والوقت المستقطع الاول ليه حساب النادي الاهلي بقى في التكنيكال تايم او الثمانيه، 4 دبل سكور. وانا شايف كده حماسه عاليه جدا على لاعبي فريق النادي الاهلي، وحاسين باهميه اللقاء واهميه فريق الخدمات الكيني، لان لا قدر الله الخاسر خارج البطوله. ادي جمهور النادي الاهلي العظيم. منتظرين منه المزيد من المساندة للاعبي النادي الأهلي. إن شاء الله ربنا يعدي الماتش بتاع النهاردة كده على خير، وننتظر بقى هيقابل لقاء سموحة اللي بيتكرر كتير، ولكن بيكون اليد الطولة للنادي الأهلي، وكلنا أمل إن شاء الله كده في وصول النادي الأهلي لنهائي البطولة والحصول على البطولة الإفريقية رقم 37 بعد حصول النادي الأهلي عليها ل 12 مرة، وبسببه حط مصر كده في مصاف الدول المتقدمة والمتصدرة لبطولة إفريقيا. فاز طبعا 12 مرة، والزمالك مرة بقى 17، وعفوا الجيش مرة بقى 18، وبفارق كبير عن الفرق التونسية الصفاقسي 6 مرات. وطبعا تونس ليها 15 مرة فوز باللقب، والبطولة 37 قطب بقى بيحسم فيها كده، ورابع ارسال ليه على التوالي، اثنين منهم او ثلاثة منهم بيحاول قيس مباشر، والرابع كان خارج نطاق السيطرة لفريق الخدمات الكيني. تاني قطب، تسلم ايدك يا قطب. ارسال تاني مع الوزب قوي، والله عليك يا ابني، وكره ترجع لعبد الله عبد السلام اللي نفسه يضرب بقى من ساعه ما بدا كره طايره، ومتعطش جدا للكره، ما صدق بتجيله على سن الشبكه، وبتكنيك عالي جدا واداء رائع قوي ورشيق من الغزال بقى الاسمر عبد الله عبد السلام كده، بيطلع ويضرب كره قويه جدا بتحقق النقطه العاشره، وفارق 6 نقاط في الشوط الاول، يخلي فرقه الخدمات الكيني يحرجها قوي النادي الاهلي، وتاخد تايم اوت
وادي عبد الله بقى ودوله في نقاش جانبي كده مع الكابتن مسلحي. وايضا مدرب فريق الخدمات العامه الكيني دونسون تالي، اختصار الخدمات العامه جي اس يو بكينيا. عندهم لاعبين جيدين، ولكن طبعا النادي الاهلي لا يعرف المستحيل. وقطب ما زال على الارسال في الارسال الخامس له، ارسال قوي من قطب واستقبال غير مقنع، وكره كده هترجع سهله ولا ايه؟ انشف شويه على الدوله، وادي تاني في المنطقه الخلفيه، ولكن كان واقف عبد الله عبد السلام عطل فيها احمد سعيد، وترجع سهله لملعب النادي الاهلي، يستقبلها قطب ويحطها احمد سعيد، ولازم نربط شويه احمد سعيد مع عبد الله عبد السلام، وكره تتحط بسهوله من قطب، وفي كده ارتطام ما بين عبد الله واحمد سعيد، وسلامات يا اولاد، وبينبهوا على احمد سعيد مالكش دعوه بالكور ديت، انزل واعمل دفاعك، عبد الله قادر انه يوصل لها ما شاء الله. وكره سهله جدا بتنزل في ملعب الخدمات العامه الكيني. الفريق ده مرعوب من النادي الاهلي، حاسين كده ان هو ممكن بقى يقف عند النقطه الرابعه بفضل الارسالات القويه ما شاء الله لقطب. وادي ارسال قوي تاني ومش شايفين راح لفين، ولكن بيحقق نقطه مباشره للنادي الاهلي. ما شاء الله عليك يا قطب، قرر بقى اللي عمله اول امس كده عبد الله عبد السلام لما وصل فريقه مع اسبوار الكونغولي للنقطه 20 لا شيء في الشوط الاول. وادي ارسال تاني، وقعد دوله يطلع كده بطريقه الدنك، بطريقه كره السله، ياخد كره كده من ناطحات السحاب الاهلاويه باستقبال خاطئ جاي من معد من ليبرو فريق الخدمات العامه، وبيحقق النقطه 13 4. ما شاء الله يا قطب، كمل يا ولد على كده، تسلم ايدك يا ابني. وارسال تاني قوي، وقع الدوله بقى طالع بينتقم كده من الكوره، وبيعاقب فريق الخدمات الكيني على استقباله السيء، وبيشكر قطب على ارسالاته القويه جدا اللي حققت الفارق للنقطه 14 4 زي ما شايفين. ما شاء الله عليك يا قطب. ارسال تاني قوي واستقبال خاطئ، ولكن يلمها المره دي قطب، وتتحط لدوله اللي بادئ عبد الله عبد السلام كده بيبص على لعيبته بطرف عينيه، وقادر يشغل ملعبه باقتدار، وطبعا معاه بقى المعد التاني حسام يوسف، الاثنين ما يتخيروش عن بعض، ولكن بتبقى خبره عبد الله اعلى شويه بالذات في المنافسات العاليه وفي القمم كده، وبيقدر يحفظ فرقته. 15 الاهلي 4 الخدمات، وهنكررها تاني. ما شاء الله عليك يا قطب، وتسلم ايدك يا ابني. ارسال قوي ولكن استقبال رائع المره دي من الخدمات، وكره بتتعلق، والله عليك يا عبد الله بترجع كورتك بتراي عالي، ولكن بيحسبها الحكم من خارج العصا الهوائيه، وده معناه ان الكره من خارج الملعب. خلاص يا عبد الله، هو شايف انت عملت تراي قوي وكلنا شجعناك عليه. لاعب رقم 10 كيريشر على الارسال من اللاعبين الجيدين، ارساله سبايك مع الوزب ولكن خارج الملعب. كله من ده بقى ان شاء الله، نسهل كده الاداء شويه على النادي الاهلي، عنده مهمه صعبه بكره مع سموحه ان شاء الله بعد فوزه النهارده وتالقه في مباراه الخدمات العامه الكيني. نقول لحضراتكم احصائيات النادي الاهلي مع فريق اسبوار الكونغولي، ودي كانت اخر مباراه في المرحله الاولى او في الدور التمهيدي. طلع عندنا البيست سكورر كان محمد احمد رقم 15 في النادي الاهلي، وطبعا رقم 15 هو محمد احمد قطب او احمد قطب، وكان عامل 27 محاوله، حقق منهم 14 نقطه للنادي الاهلي، ودي نسبه عاليه جدا ما شاء الله. والتاني كان احمد سعيد، عمل 9 محاولات في الهجوم، حقق منها 5 بنقط مباشره. كان في البلوكات في قطب برضو، عمل 5 محاولات
اخد منها 2، وحمدي يوسف او يوسف حمدي الصافي عمل محاوله في البلوكات اخدها بنقطه مباشره. في الارسال كان عبد الله عبد السلام عمل 23 ارسال حقق 9 ايس منهم، وطبعا فاكرين العدد الكبير من الارسالات اللي لعبوا في الشوط الاول. ومحمد عبد الحليم او حليم وعبو عمل 9 ارسالات حقق منها 2. نرجع تاني لمباراتنا واستئناف اللقاء مع التكنيكال تايم اوت وانتهائه، وعبد العال وحائط صد قوي جدا لاحمد سعيد، ودوله بقى بيقفلوا ايديهم كده على جوه الملعب وبيوقفوا وبيحرموا الخدمات الكيني من كره قويه مضروبه في ملعب الاهلي. عبد العال بياخد تعليماته من الكابتن ميدو، قال له العبوا في مركز 5، لف جسمه على طول عبد العال وطول الكره اهو في مركز 5 فعلا، واستقبال غير مقنع، وادي كره سريع قويه جدا بيحطها بجر كده اللاعب رقم 5 من الخدمات سيمون كيبوك، وبيعلقها اهو بيضربها قوي جدا للمعد بريان ميلي اللي حطها لسيمون، وكره قويه قوي. ارسال في لخبطه ما بين سعيد متوتر شويه، انا شايف اداؤه يعني خبط مرتين في عبد الله عبد السلام، ودلوقتي بيتهز كده من ناحيه الاستقبال شويه، كان عبد العال اسف، وبياخد بيها الخدمات نقطه مباشره ويقرب الفارق لعشر نقاط. وتاني عبد العال، وادي الكور السريع بقى اللي طبعا شافها النادي الاهلي وشغال عليها دلوقتي مع دوله ومع حليم. رجع دوله على الارسال 18 الاهلي 7 الخدمات. ارسال سريع واستقبال غير متقن من فريق الخدمات، وكره في المنطقه الخلفيه للاعب الخطير رقم 10 اللي برضه هنعلم عليه كده، كريشر من فريق الخدمات، ابو ويد كريشر ومواليد 97، لعيب صغير مش كبير، عنده 1.94 متر في الطول و3 متر 29 ارتقائه للهجوم. والغريبه بقى ان ارتقائه للبلوك اعلى، يعني عنده 3 متر 30 للبلوكات، ودي ما بتحصلش ان ارتقاء الثبات يبقى اعلى من ارتقاء الحركه. اظن ان في خطا هنا، ولكن بقى معوض ابن اللاعب الكبير عصام معوض بيجيب كره كده مستحيله، ولكن مفيش مستحيل في الكره الطايره. وتاني بيتعلق احمد سعيد وياخد بلوك دانك بايد واحده من لاعبي الخدمات الكيني، اللي بدا خلاص الاهلي يتفوق في الاداء وفي النتيجه. وادي اللاعب الخطير رقم 10 اللي لسه قايلين عليه، كريشر ابو ويدي كريشر. وعبد الله عبد السلام ارسال سبايك قوي واستقبال خارج الثلاثة متر، كرة في مركز 4 خارج الملعب. اتحول اللعب للنمطي، ولكن حاسب تاتش، انا مش عارف تاتش على مين. الحكم الاول من حق لاعبي النادي الاهلي يساله تاتش على رقم كام، ولازم يحدد يقول على رقم كذا، ولكن انا شايف الكرة خارج الملعب تماما. و19 الاهلي 9 الخدمات الكيني، وبادئ عبد الله بقى يستفهم منه وبيقول له خلاص ما تتكلمش معايا تاني، انا اللي بشوفه بحكمه ودي بتاعت انا، وتفضل ارجع. بكل شياكه كده ولباقه من الحكم الاول. ارسال الخدمات ملعوب على عبد العال واستقبال جيد، وادي السريع بقى مفتاح الاداء النهارده، واللي كان بيتكلم فيه الدكتور فؤاد عبد السلام والكابتن نور عطيه، نجوم النادي الاهلي السابقين ونجوم منتخبات مصر ورئيس الاتحاد او رئيس اللجنه المؤقته السابقه، وكان معاهم طبعا الكابتن هيثم في استديو التحليل وملوك الصالات، واتكلموا ان بلوكات الحوائط الصد الكينيه ضعيفه جدا في الضرب السريع، وبالتالي الكابتن ميدو مشلحي بقى مشغل الاتاك من منتصف الشبكه، وكره كده فيها باي لاك في تاتشات، وادي برده السريع اهو وترجع لهم سهله ولكن في لمس شبكة. متعصب عليهم شوية دونسون تالي مساعد المدرب، وجيدوين تراوس المدرب العام أو المدير الفني، بيقول لهم يعني ما ينفعش الأخطاء ديت والفارق كبير قوي، احنا فرقة كبيرة وخدنا جيم من الجيش. أحمد سعيد على الإرسال، إرسال سبايك مع الوزن وياخد كده البايلك، ولكن يلمها كويس، وادي رقم 5 المعد الخطير جدا ومعوض الاخطر واخطر،
وعبد الله عبد السلام بقول لكم نفسه يبقى ضارب عبد الله ولا ايه؟ ضرب من المنطقه الخلفيه كوره ولا اروع ولا اجمل، ولكن ما يحلفوش فيها الحظ وتطلع خارج الملعب. تفالي شومبا على الارسال، 10 الخدمات العامه الكيني، 21 الاهلي. تفتالي شومبا على الارسال، ارسال سريع مع الوزب خارج الملعب ورايح معاها معوض بيأمن بس على كورته. تفتالي شومبا، وادي بقى شايفين عبد المنعم كده نزل للملعب. هل تغييرة نمطية ولا في حاجة في عبد العال؟ وحليم على الارسال، عبه وخارج الملعب يا عبه. ارسال جيد جدا ولكن نتيجته او محصلته لا شيء، خارج الملعب. نيو جازا راجع على الارسال، رقم 14 شاوراك نيو جازا. حداشر الخدمات العامة، 22 الاهلي. تاني نيو جازا بيجهز. ارسال شادراك نيو جازا خارج الملعب، نفس الطريقة ونفس الاداء للدوران اللي قبله، وبيتابعها برضو معوض وبينزل تاني بقى دولة في الملعب. وادي حليم على الارسال، كان خارج الملعب في اتعادت اللقطة دي والنتيجة كده مش واضحة معانا صحيحة، كان في اعادة لان عبد الحليم كان على الارسال وكان مضيعه فعلا. فهنتابع بقى مع حضراتكم طبقا ليه اللقطة معانا على الشاشة، وادي فعلا اهو بتقف بقى مننا كده الاداء، وهنشوف بقى مع حضراتكم. وادي هنا استقبال جيد وكرة من المنطقة الخلفية، و22 11 الاهلي، دي النتيجة السليمة حتى الان، وكرة كده في الشبكة بعد تعديل ال والنتيجة زي ما احنا شايفينها، وينتقل الارسال للنادي الاهلي، وبيرجع بقى عبد المنعم على الارسال، وكان عايز يعمل كده تغيير ولكن ما لحقش، ومنعم بيلعب ارسال طويل في مركز 5، تتشد على طول من ليبرو الفريق بعد استقبال خاطئ وثلاثي حائط صد رائع جدا، وعمالقه النادي الاهلي يتالقون بانتهاء الشوط الاول 25 11. وطبعا بقى انا اتوقع المباراه تخلص بنفس النتيجه كده 3-0 لو استمر الأداء على النتيجة اللي احنا شايفينها 25-12، والنادي الأهلي يتمكن أكتر في حوائط الصد والإرسالات القوية، ومع انتظار استئناف المباراة في الشوط الثاني. كنا بنتكلم عن إحصائيات النادي الأهلي في آخر مباراة لي، وقلنا مين البيست سكورر كان قد ب 27 محاولة، حقق منها 14 محاولة بنقطة مباشرة، وكان عندنا في الدفاع كان محمد عصام معوض ابن اللاعب الشهير عصام معوض ومدربنا القدير الآن بست محاولات حقق منها 3، وكان عبد الله عبد السلام عمل 5 محاولات في الدفاع طلع منهم 2 اكسلنت يعني راح على ايد المعد بالظبط، وباقي المحاولات ممكن ما تكونش خاطئه ولا حاجه 100% ولكن راحت بعيد عن ايد المعد. وفي الاعداد طبعا عبد الله عبد السلام عمل 17 كوره اعداد، حقق منهم 11 كوره اكسلنت او راحه للمكان المظبوط 100%. خدوا بالكم الكلام ده كله يترجم بقى في الاخر البطوله على مين هيبقى احسن معد، مين احسن استقبال، مين احسن ارسال، مين احسن ضارب واحسن بلوك. طبعا الاحصائيات دي ما بتكونش من فراغ، دي في كده ناس شغالين بقى في الداتا كل مباراه وبيطلعوها لنا، وبناخدها نعرضها على حضراتكم عشان يكون عند المشاهد ثقافه كده وتوعيه ان اي رياضه دلوقتي لازم تترجم لاحصاء وارقام.
فريق الخدمات العامة الكيني كان قابل نادي الجيش في المرحلة الافتتاحية أو في الدور التمهيدي، وقدر ياخد صوت من فريق نادي الجيش بالرغم أنه انهزم في المباراة 3-1، لكن قدم مباراة معقولة ومتوسطة الأداء وممكن نقول عليها ترتقي إلى مستوى الإجادة. وجه هنا بقى قدام نادي الأهلي فأول نقطتين ثلاثة كده حاول أنه يعمل نفس الأداء ولكن ما قدرش. ولو شفنا الداتا أو الإحصاء بتاعت الفريق الكيني في مباراة الجيش هنلاقي عندهم البيست سكورر بتاعهم اللي هو أبويدي كريتشر رقم 10، والراجل ده عمل 56 محاولة، ومعنى كده ان هو المان اتاكر بتاعهم، وجاب 17 نقطة لفرقته من الاتاك، وكان عنده في البلوكات ما ظهرش خالص، معنى كده انه ضعيف من البلوكات، وبدأ الاهلي فعلا يشتغل على ناحية اربعات ومنتصف الشبكة. وكان عنده ميلي براين رقم 2 عمل 21 ارسال ما حققش منهم غير ارسال واحد، ولاجيت كورنيليوس عمل 15 ارسال ما حققش منهم غير واحد، وده دليل ان الارسالات عندهم مش قوية. وطبعا الداتا دي لازم تدينا معلومة واحصاء، وبدأ بقى يستغلها كابتن ميدو مصلحي والجهاز المعاون له طبعا بإيجابية لصالح فرقته. وطبعا حلل هو الاداء، وفي المحاضرة بتاعت الصبح قال لهم اكيد قبل المباراة هنبدأ نشتغل على مين في الارسالات، هنبدأ نلعب التاكتيك بتاع الهجوم بتاعنا شكله ايه. واستفاد النادي الاهلي حتى الان من المعلومات دي ومن الاحصاء ومن الداتا اللي اخدها وبادئ يشتغل بيها دلوقتي. وطلعت النتيجة في الشوط الاول 25-12. بنكمل مع حضراتكم اللقاء وبداية الشوط الثاني، والأهلي 1 والخدمات الكيني لا شيء، ومازال الجمهور يؤازر ويؤازر فريق النادي الأهلي، وكتب بقى الأهلي أعظم كيان، وغير طبعا أنه أعظم نادي في الكون، طبعا دي المقولة الشهيرة اللي عارفينها عن النادي الأهلي، ولكن كيان معناها إداراته المختلفة وألعابه المختلفة كلها بتحقق البطولات إن شاء الله، وبتحصد كتير قوي من عناصر القوة والجمال. وادي كرة هنا واحمد سعيد بيتني ظهره كده زي السوستة ويطلع يضرب كرة من فوق ناطحات السحاب الكينية ويحقق بيها نقطة مباشرة. ما شاء الله عليك يا احمد، كويس قوي يا عبد الله، قادر تحفظ فرقتك وتفهمها، واحد لا شيء في الصوت التاني. عبد الله ارسال قوي ولكن خارج الملعب. وقد ايه بقى الناس بتتعاطف كده وبتقارن ما بين مباريات الاهلي ومباريات اي فريق تاني وتقول لك قد ايه الاهلي بيلعب بمثاليه وبجمال وبروعه، وبيبعتوا لي اول باول واحنا شغالين قد ايه الاهلي فعلا رائع وجميل في ادائه وادارته وشياكته. وادي هنا عبد الله بيحط كوره كده لعبه بيلف بيها زياده شويه ويحقق نقطه مباشره لفريق الخدمات الكيني نتيجه خطا كده في الاتاك اللي حصل من عبو. 2 الخدمات 1 الاهلي. واللاعب رقم 4 لاجيت لعب ارسال واستقبال اكتر من رائع، وما زال عبد الله عبد السلام يشتغل على منتصف الشبكه بتعليمات صريحه وواضحه من النجم بقى ميدو مصلحي، وبعد الداتا والاحصاء اللي اخدها كده وفعلا عمال يكتسب النقاط حتى الان من منتصف الشبكه. وراجع احمد سعيد على الارسال، ارسال قوي وسريع ولكن استقباله اكتر من رائع، وادي دفاعات كمان لاحمد سعيد رائعه ترجع في ملعب الخدمات وكره خارج الثلاثة متر، ولكن الراجل كده يفضل انه يضربها لنا في الشارع بقى ويريح الجميع ويجعل التقدم اهلاوي 3-2. وانا معجب جدا بصانع الالعاب لفريق الخدمات الكيني بريان ميلي رقم 2 وباللاعب رقم 10 كريشر ابودي، والاثنين الصراحه محور اداء عالي جدا في فريق الخدمات. وادي احمد سعيد بيضيع الارسال. وراجع اللاعب رقم 10 على ارساله ابودي كريشر. ارسال سريع واستقبال رائع من احمد سعيد برشاقه ومرونه
وتترفع كده في مركز أربعة لعبد العال اللي بيعمل حائط صد ثلاثي مع زمايله قطبه وعبه وياخدوا كرة مباشرة قوية جدا داخل ملعب الخدمات الكيني. 4-3 مواصفاته جامدة قوي اللاعب أبودي كريشر دوت زي ما قلنا، صغير في السن مواليد 97 وعنده 1.94 متر، والاتاك بتاعه من مستوى 3.30 متر، والهجوم عنده او البلوكات برضه من نفس المستوى، وزي ما قلت لكم غريبه ان هو يبقى عنده البلوك من الثبات نفس مستوى الارتقاء من الحركه. ورجعت الكوره للخدمات الكيني، 4 الخدمات 4 الاهلي، وكره كده سريعه ولكن استقبال رائع، وبيحولها عبد الله عبد السلام بقدره واقتدار عالي جدا، قدرة على تنويع اللعب واقتدار على الاتجاه السليم للإعداد، وبينقل اللعب المركز 2 بعد ما يفند حوائط الصد كده ويضحك عليهم وياخد قطب الكرة على طول بنقطة مباشرة. وسلامات بقى يا قطب، ارجع لنا تاني كده على الإرسال، اسحب لنا بيه ما شاء الله 10 نقاط زي اللي فات، وإرسال قوي واستقبال خارج ال 3 متر وتتعلف مركز 4 للاعب رقم 17 اللي بياخدها كده في جسمه. شومبا بياخد الكرة، نفتالي شومبا بياخد الكرة وهو نازل كده من حائط صد رائع جدا وثلاثي وممتع من دولا وعبد الله عبد السلام وعبد العال، وما زال قطب على الإرسال بفارق نقطتين للنادي الأهلي. وقطب ولكن في الشبكة المرة دي، معلش بادلك. نكمل يا أولاد يلا، عايزين نأثر علينا المشوار شوية، قدامنا مهمة قوية بكرة ولكن طبعا ما نفكرش فيها قبل ما نخلص النهاردة. اللاعب رقم 5 لاجيت، كورنيلوس لاجيت، ارسال سريع جدا ولكن استقبال من احمد كان خارج الثلاثة متر، وبقدرة عبد الله عبد السلام يلحقها، وادي بلوك رائع قوي وشكله جميل قوي من لاجيت، كورنيلوس لاجيت رقم 4، واللاعب نفتالي شومبا رقم 17. وبدأ شوية كده الخدمات الكيني حاسس فيه بسنة انه بيسحب بالتدريج ويبدأ كده ينيم فرقة النادي الاهلي، ولكن على مين بقى؟ فريقنا فريق كبير وفريق عظيم، واخطاء نادي الخدمات الكيني كتيرة وبيحط لنا كده الاداء بسهولة خارج الملعب. بيرجع عبد العال على الارسال، طبعا احنا حافظين بقى الدوران بتاع النادي الاهلي وعارفين اللاعب اللي راجع حتى قبل ما نشوف رقمه، وبينبه عليه هنا كابتن ميدو مصلحي، تعالى من مركز 1 ويلعب ارسال طويل في مركز 5، وده اللي حصل بالفعل، ولكن استقبال اكتر من رائع وكره مضروبه، ولكن الراجل ده بيضرب وهو نازل، بينط عالي جدا وبيضرب من مستوى الشبكه برضه، وبيحقق كده العلامه الكامله في الوقت المستقطع الفني الاول، 8 الاهلي 6 الخدمات العامه الكيني. قلنا لحضراتكم الإحصاء بتاعة الفريقتين في آخر مباراة قاموا بيها، سواء فريق الخدمات ضد الجيش أو فريق النادي الأهلي. وطبعا بنذكر حضراتكم بقى زي ما قال لنا كده كابتن نور عطية في الاستوديو التحليلي، النادي الأهلي حامل اللقب 12 مرة، أعوام 80 و83 و95 و96 و97 ثلاث مرات على التوالي، ورجع تاني في 2003 2004، بعد كده غابت عنه في 2005، ورجع تاني 2006 و2010 و2011 و2015 2017 وان شاء الله 2018 تكون المره 13 للنادي الاهلي في النسخه 37، ومتوج كده ببطوله افريقيا عشان الاهلي يبقى حاصل على بطوله الدوري وبطوله افريقيا، وان شاء الله كده نشوف بطولات بقى اكتر واكتر في جعبه النادي الاهلي. نرجع تاني نستأنف اللقاء وأحداث الشوط الثاني بعد انتهاء الوقت المستقطع الفني مع عبد العال، لاعب إرسال خططي على اللاعب رقم 14 واستقبل خطأ، ولكن هنا كان المعد للفريق الكيني في المنطقة الخلفية وما ينفعش أبدا يعدي الكرة من فوق مستوى الشبكة، وده اللي عمله بعد استقبال خاطئ، طلع حط إيديه كده وعدى الكرة فعلا، ولكن طبعا خطأ في الرونج بوزيشن، وحط هنا كرة كانت سهلة شوية واستقبلها تاني النادي الاهلي اهو. وادي هنا كينيا بتضرب بقوه جدا من فوق حوائط الصد، وعبد الله عبد السلام حط كوره خبيثه كده بريست ايديه على طريقه البيتش فولي، وعملها درايف كده من فوق حوائط الصد بينزل بيها بنقطه مباشره، ودي مهاره تدل على الاحساس العالي قوي والسنس العالي قوي للاعيبي الاهلي.
عبد العال ما زال على الارسال بفارق 4 نقاط عن الخدمات العامه الكيني، وارسال كده متقن شويه، وكره في مركز 4 بيضربها الراجل برده، ولكن انا حاسس ان هم بيضربوا الكره في لوتر، ما بيضربوهاش تلف في ايديهم، الكره راحه زي الصاروخ ولكن خارج الملعب. هنشوفها كده في الاعاده، حس ان الكره طالعه من ايد الضارب في لوتر. بص الكره ما بتلفش خالص. عبد العال تاني، وسامعين بقى اذير كده جمهور الاهلي العظيم. نفتكر مع بعض بسرعه المجموعه الاولى اللي كان فيها الاهلي والسجون الكيني. الاهلي بيلعب دلوقتي الخدمات الكيني تاني المجموعه الرابعه، والسجون هيلعب الجيش اول المجموعه الرابعه، وكان قبلهم طبعا لقاءين لاهلي بني غازي تاني المجموعه الثالثه بعد سموحه، اللي لاعب السويحلي الليبي اول المجموعه الاولى، وكان الطيران تاني المجموعه الثانيه اللي لاعب سموحه اول المجموعه الثالثه. وادي هنا حائط صد جميل قوي شكله رائع كده من لاعبي كينيا، وافتكروا الكلمه اللي قلناها، فريق كينيا لو ما عندوش الاخطاء الكتيره اللي بيعملها في الارسال او في الاتاك ممكن كان يتعب اي فريق تاني، ولكن طبعا الاهلي باقتداره بقى بيقدر يوصل لنتيجه رائعه. وادي الجمهور وتشجيعهم المثالي جدا للنادي الاهلي سواء رجال او سيدات، وكوره كده خبيثه من عادل واي حاجه من منتصف الشبكه، وادي هنا بيحسب تعدي ازاي الراجل اللي طالع يضرب، وانا الكره الثالثه من حق اعدي ايديا جوه، ولكن الراجل ما خدهاش قبل الضارب، ده الضارب لمس الكره الاول، ودي منك خطا يا حكم. احنا طبعا ما بنعدلش على ادائك، ولكن شايف بقى الكابتن هاله اهي فوق وحكم وكباتن تانية قاعدين جنبها بيقولوا لا ده خطا من الحكم اكيد. اللاعب رقم 17 نافيتالي شومبا، 9-12، وما زال الخدمات الكيني بتسحب برضه بالتدريج، ولكن بقى قدره واقتدار لاعبي الاهلي على تقليص او تعميق الفارق ما بين الاهلي والخدمات، ويوصل ل 13-9 بفارق 4 نقاط عن طريق الساحر عبد الله عبد السلام اللي بينقل اللعب من مناطق الشبكه، وبيطلع اللاعب كده بسنجل بلوك او بدون بلوكات. رجع عبد الله على الارسال، ارسال قوي جدا واستقبال في المتناول، ولكن كره مضروبه في التاتش، لازم بقى اخر شويه عبد العال. هي استراتيجيتهم من ساعه ما بداوا عارفين ان بلوكات او الحوادث الصد الاهلاويه عاليه جدا، وبيضربوا اخر الملعب، وبيقول لك عليها دلوقتي الكابتن ميدو مصلحي، بيقول لك اخر كده شويه عشان سيستمهم باين قوي، لولا ان احنا بنسحب ايدينا في توقيتات مناسبه، ولكن المره اللي مش هنقدر نسحب فيها ايدينا هتيجي الكوره في تاتشات البلوكات. وادي استقبال هنا كان خاطئ شويه من احمد سعيد، وطلع بدري قوي ولكن حط كوره سهله، وفي المنطقه الاماميه كوره صعبه جدا كان مقدم معوض، ولكن الراجل حد بيحطها له كده في مركز واحد يخونه فيها الحظ والتوفيق وتطلع خارج الملعب. 14 الاهلي 10 الخدمات، وان شاء الله تخلص المباراه 3-0 زي ما توقعنا. وادي احمد سعيد ارسال عادي، وكره كده في مركز 2 مع حوائط صد قويه، ولكن كان ايدينا خارج الملعب شويه. بيتكلموا كده عن استقبال الكره الاولى شويه الخدمات، وادي الراجل ده بمواصفاته اللي قلنا عليها بيضرب من مناطق عاليه جدا في الملعب. ارسال تاني على الشبكه كده، وبيستقبله عبد العال، وبيطلع ببره ايده الخارجيه يفوت البلوك يوديه لللاين ويضرب كره كده في الزاويه الطويله، ودايما بيتناقش مع عبد الله بقى يقول له انت كده كويس كمل على كده، ولا عايز الكره مرتاحه اكتر ولا ايه، بيفهم منه اداؤه وشكل طريقته. وادي حليم على الارسال، عبو بيلعب ارسال ماكر شويه، ولكن الليبرو بدا يبقى هايل ويتحرك، وانا شايف كده في سجال شويه في الاداء مع الفارق اللي موجود 3 نقاط، ولكن فريق الخدمات الكيني بدا كده يحسن استقباله، ولو اتحسن هيتعبنا قوي في الاتاك، وده اللي حاصل فعلا، وربنا كده يستر بقى في المقطع اللي جاي من الشوط ده. وادي استقبال جيد هنا، وكره لاود اللي بيضرب كره قويه ولكن خارج الملعب. يا اود خدت ايديك من تحت قوي كده وفوتت البلوكات كويس، ولكن ما لحقتش تقفل عليها رست ايديك، طلعت منك الكوره خارج الملعب.
وزي ما قلت لكم ربنا يستر على المقطع اللي جاي ده من الشوط 13-15 وكره لمركز 4 وادي حائط صد ولكن كده بيحالفوا فيها الحظ شويه وتخبط في ايد البلوكات وتطلع خارج الملعب. 16 الاهلي 13 الخدمات، والفريق اللي عايز ياخد بطوله لازم يقدم جديد، والاهلي دلوقتي انا شايف ان بلوكاته اتحسنت جدا اثناء البطوله دي، ولكن لسه برضو الدفاعات لسه عايزه شويه تحسين شويه، واكيد بيشتغل عليها بقى الكابتن مصلحي والكابتن تامر والكابتن جمعه ومعاهم المحلل التقني اللي احنا شايفينه قدامنا كابتن محمد زكريا. السنوات اللي فاتت من النادي الاهلي اثناء البطوله الافريقيه في سنه 80 و83 كان واخدهم الاهلي، ومن 84 لغايه 95 ما حلفش الاهلي الحظ في الفتره ديت، وهنلاقي بقى ان اخدها مره الزمالك، مرتين الصفاقسي، ورجع تاني الزمالك 87، بعد كده مولوديه الجزائر كان بدايه ظهورها في 88، ويرجع تاني الصفاقسي في 89، حسين ضاي الجزائر كانت اول مره في تاريخه في سنه 90، وبعد كده الافريقي ثلاث مرات ورا بعض 91 و92 و93، وبعدين يرجع الترجي يظهر لنا تاني وياخد 94، وجي بقى الاهلي هنا قال لهم ستوب استنوا، وخد في 95 96 97، ونرجع لمباراتنا ونكمل بعد كده مع اوب. الارسالات الضايعه خدوا بالكم منها هتحطنا في شكل اداء متعصب شويه، والنتيجه بدات تقرب بفارق نقطتين، ولازم يا جماعه ناخد بالنا من ارسالاتنا وناخد بالنا ان الفريق الثاني زي ما قلت لكم لو مشينا معاه نقطه بنقطه هيتعبنا. وادي استقبال وجمله خططيه بقى وبيطلع الله عليك يا سعيد، الله عليك يا عبد الله يا عبد السلام، اللي بيطلع كده يهرب الراجل بتاعه يحط العدوله واللي يفند بيها السلم الموسيقي اللي احنا شايفينه قدامنا من لاعب رقم 17 نفتالي واللاعب رقم 4 سنتر بلوك لاجيت، ولكن عبد الله عبد السلام يقول لهم استنوا انتوا، ويرفع لاحمد سعيد بكره باقتدار وترجع تاني لنا الكوره، وشايفين الراجل بيضرب فين؟ بيضرب في اواخر الملعب في تاتش البلوكات، خدوا بالكم يا بلوكات اهو، واحمد سعيد بيقول له خدوا في البتوين عشان بيضرب في تاتش البلوك، وكان واقف فيها فعلا عبد العال ولكن ما فيهاش اي ملامسه، ويتسع الفارق مره اخرى لاربع نقاط. كره جميله جدا بارسال رائع على اللاعب رقم 17 نفتالي شومبا واللي بيحطها سهله، وادي دوله بقى اللي بدا هنا عبد الله بخبرته العاليه وتوجيهات جميله من ميدو مصلحي، قال له خلاص هم بداوا يقفوا معانا في السريع، وفعلا بدات البلوكات ما تسيبش سناتر البلوكات الاهلاويه، ما شاء الله 2 سناتر 2 متر و11، وبيطلع بقى دريبي او لاعبي الاطراف كده من غير بلوكات، وده بقى الفارق اللي صنعه حتى الان عبد الله عبد السلام وتوجيهات ميدو مصلحي. وادي استمتاع الجماهير الاهلاويه باللقاء وفي سلم موسيقي كده بيرقصوا ويهيصوا على نتيجه فرقتهم طبعا الممتعه بالنسبه لهم والممتعه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي العريق. استئناف اللقاء بعد انتهاء التايم اوت او الوقت المستقطع اللي طلبوا الخدمات العامه الكيني ومدربهم جيدوين تراوس، وطبعا بقى بننوه ان احنا واخدين جمهورنا العزيز كده امام شاشه قناه الاهلي بالعلم ان في مباراه للاهلي وطنطا في كره القدم، لكن انا عارف ان جمهورنا احساسه عالي قوي، عارف ان مباراه الاهلي وطنطا ممكن تكون تحصيل حاصل بالنسبه للاهلي، وبيتابع دلوقتي مباراه الاهلي والخدمات الكيني لحبه في كل الالعابات وفي كل الالعاب عفوا، وبيتابع كده تفوق فرقته ويؤثرها ان شاء الله في اللي جاي. وادي دوله وقد ايه اداء عبد الله عبد السلام بيتميز كده برشاقه وفعلا غزال اسمر عبد الله عبد السلام داخل ملعب النادي الاهلي، وبادئ هنا بقى الخدمات يعمل تبديلات، نزل اللاعب رقم 9 كلاجيت وطلع مكانه رقم 17 نفتالي شومبا اللي وقف تماما على الاداء واللي بيضرب خارج الملعب. 20 الاهلي 14 الخدمات، وعبد العال على الارسال، ارسال قوي وسريع ولكن استقبال رائع من اللاعب البديل اللي نزل، كان مستخبي فين الراجل ده؟ طلع ضرب من 10 دور، كره قويه جدا في ارضيه الملعب، اللاعب رقم 9 كورينيوس كابلجيت، وضرب كره قويه جدا بعد استقبال ممتع ورائع
هل ممكن الراجل ده كان مخبيه ولا ايه؟ ما اظنش يعني. وادي تاني ارسال مع استقبال جيد وكرة في مركز 4 لاحمد سعيد، وبدات الدفاعات الكينيه تتالق. وادي الراجل رقم 9 بقى الظاهر كان ضاربها صدفه الكره اللي فاتت ولا ايه، مع حائط صد ثلاثي يتاخد منه الكره كده وتنزل في جسمه ويتسع الفارق مره اخرى 21-15. يرجع دولة على الارسال، والماتش فعلا جميل قوي وحلو قوي وممتع قوي لجماهيرنا الاعزاء، وبيستمتعوا باللقاء وتخطي كده لخط المنتصف ويصل الاهلي للنقطه 22-15. وقد ايه فعلا الماتش حلو، ناس كتيره مستمتعه بالمباراه ممكن تكون اكتر من استمتاعها بالمباريات اللي فاتت، ولكن طبعا عشق وحب النادي الاهلي بيخلي الناس وبيجبر الناس على متابعه مباراتهم. وادي هنا الكوره بتتعلق اي حاجه وضحكوا عليه. هنا بقى عبد الله عبد السلام عمل انه طالع بلوك وسحب ايديه كده خلى الراجل ضرب في الشارع، وبيضحك عبد الله مع عبه كده في فكاهه كده ما يقصدش بيها الاستهزاء طبعا، ولكن طبعا لما اللاعب بيعمل كوره بص سحب ايديه ازاي، كره خبره زي دي بتعجب قوي اللاعب جواه وبتفضل في ذكرته على طول، يقول لك انا عملت مره كره وسحبت ايديا، ويفضل بقى حافظها ومتابعها. كنا وصلنا لسنة 95 96 97 اللي أخذ فيها الأهلي البطولة الإفريقية، بعد كده وقف شوية الأهلي لغاية 2003. كان في الفترة ديت الترجي والصفاقسي والترجي والنجم الساحلي والترجي تاني في 2002، وبعدين رجع الأهلي وقف الجميع تاني في 2003 وأخذ الأول، والأولمبي الكوليبي التونسي كان التاني. وفي 2004 اتكرر تاني في عنابه، كان الاهلي والاولمبي الكوليبي برضه. وجت بقى في 2005 وقف برضه الاهلي في كوتونو واخدها الصفاقسي وقوات الدفاع المغربي. بعد كده رجع في 2006 في دربان الاهلي اخدها تاني من الصفاقسي. وفي 2007 2008 2009 اقتصرت على مولوديه الجزائر وحل فيها ساعتها في 2007 طلائع الجيش المركز الثاني. و2008 2009 اخذها الاهلي، 2010 الزمالك. وادي مباراتنا نتابعها مره ثانيه وقرب من المنطقه الخلفيه، تاخد ايد حائط الصد بنقطه مباشره. ونرجع ل 2011 اللي الاهلي برده رجع فيها ثاني في القاهره واخذ اول، وكان الثاني بقى السجون الكيني ودي افضل نتيجه للسجون. وفي 2012 الزمالك اخذها في سوسه، 2013 و14 كانت من نصيب الصفاقسي والترجي، رجع الاهلي تاني في 2015 والجيش في طلائع الجيش اخدها في 2016 و2017 الاهلي. ده كان تاريخ وسجل البطوله الافريقيه منذ بدايتها بعد انتهاء الشوط الثاني كده بنتيجه 25-15، والمعذره ان احنا خرجنا عن اللقاء، ولكن طبعا بفرق السكور الكبير اللي بيحققه النادي الاهلي بيحطنا كلنا لازم نعرف معلومه اثناء المباريات، وطبعا ما بنقصرش ابدا في النقل لحضراتكم وانتوا بتتابعونا كده، واول ما بنلاقي السكور فرق نبدا بقى نقول لحضراتكم المعلومات التاريخيه اللي بتحبوها وتستنوها مننا. خمسة وعشرين اتناشر الشوط الأول، وخمسة وعشرين خمستاشر الشوط الثاني. أتوقع المباراة تنتهي في الشوط الثالث وما تستمرش، والأهلي إن شاء الله يحسمها ثلاثية نظيفة. طبعا الخسران في دور الثمانية بيلعب على الترتيب من الخامس للثامن، والكسبان بيلعب من الاول للرابع في مباريات الدور قبل النهائي اللي تحدد طرفين منها حتى الان. السويحلي الليبي بعد ما فاز على اهلي بني غازي منتظر الفايز من طلائع الجيش مع السجون الكيني بعد مباراه الاهلي. وسموحه مع الطيران، الفائز كان سموحه ب 3-2 في مباراه عصيبه جدا وفاز فيها الطرفين، فاز سموحه بالنتيجه وفاز الطيران بالاداء والتكتيكس العالي ليه
فرقته ولمشاركته في اول مره، وهيحاول اكيد الكابتن حسن الحصري والكابتن عمرو الحناوي يعدلوا كده من الاخطاء الفنيه للاعبتهم اثناء المباراه في دور الثمانيه، ويحاول يحافظ على الاقل او اضعف الايمان في المركز الخامس اللي يحطه في تصنيف برضه عالي بالنسبه لمشاركاته في البطوله الافريقيه. وما زال الاهلي مع الخدمات العامه الكيني، واللي هيقابل سموحه الفائز منهم ان شاء الله الاهلي بعد ما يفوز 3-0 هيقابل سموحه غدا ان شاء الله، وطلائع الجيش بعد المباراه دي مع السجون الكيني يقابل السويحلي الليبي. هنشوف لحضراتكم الجدول ليوم غدا وننقله لكم. في انتظار استئناف اللقاء والصوت الثالث، وطبعا الجدول محطوط كله، الاهلي هيقابل سموحه ان شاء الله، والفائز من الجيش هيقابل السويحلي، وطبعا التايم بقى لسه مش متحدد على الجدول، بيتحدد بعد انتهاء اللقاء او اليوم، وبكره بقى هنقول لحضراتكم تنويه كده على شاشه قناه الاهلي ان شاء الله بعد ما يخلص اليوم لمواعيد مباريات غدا. وادي بقى الاطفال طبعا مستمتعين بالاداء وقد ايه حابين الكره الطايره اللي بياخدوها كده وبيشوفوها من خلال ملعب وقناه النادي الاهلي. القرد وما زال مشاهدينا مصممين على حلاوه الاداء وحلاوه المباراه بالرغم من ضعف، او مش هنقول عليها ضعف، الخدمات الكيني، ولكن سيطره فريق النادي الاهلي على اللقاء ولعبه بخطه عاليه جدا من ميدو مصلحي بارسالات قويه وتاثير على الخدمات الكيني وقفل كده الثغرات اللي موجوده في ملعبه واستغلال لاعبي منتصف الشبكه، وبدا عبد الله عبد السلام يخلخل الحوائط الصد الكينيه ويكسب كده الشوط الاول باقتدار على ال 12 والشوط الثاني على ال 15، وادي الشوط الثالث بيستقبل احمد سعيد وتتقلب لقب بكره علامه كامله داخل الملعب في النقطه الاولى في الشوط الثالث، 1-0 للاهلي، واقتدار من عبد الله عبد السلام بتغيير رتم اللعب ورتم الاداء للنادي الاهلي، وعبد الله يرجع على الارسال، ارسال قوي دانا ما شاء الله طالعه من ايده، وادي كره هنا مرفوعه بالخطا لاول لقطه واول مره لبريان ميلي رقم 2 في فريق الخدمات العامه الكيني، وبيطلع كده لاعبته بعد استقبال قاتل من ليبرو الفريق اليكس كاريوكي رقم 16، واللي بيغلط فيها بريان ميلي وبيرفع كره خاطئه، وادي هنا البايلاك بيخدم شويه ولكن الكره ترجع والحكم حسب انها ملامسه لارضيه الملعب، هو ادرى وهو شايف اكتر، وانا ما اقدرش اعلق على الحكم طبعا، ولكن احنا بنقول وجهه نظرنا ان ممكن تكون الكره ما لمستش الارض، ولكن رجع يشاور تاني للخدمات العامه ان في كاري او في كره محموله. انا مش شايف ان التحكيم المره دي في الكره دي صحيح، وادي النادي الاهلي بقى وارسال قوي لعبد الله ولكن خارج الملعب، 1 الخدمات الكيني بصفه معاه الارسال، 3 الاهلي. اللاعب رقم 4 كورنيلوس لاجيت، ارسال سهل خالص وخططي ولكن معوض بيشيل الملعب ما شاء الله كله، وادي كره هنا فيها انتقام شويه من احمد سعيد وغل كده بقاله شويه واقف، فلما صدق اترفعت له الكره في مركز 2، وادي معوض بقى بيشاور كده بايديه لمدربه يقول له اي كره في الملعب مالكش دعوه انا هجيبها، ونزل طلع الكره من منطقه ال 3 متر، وكان نتيجتها ان احمد سعيد شاط كره قويه جدا بعد اداء ممتع من عبد الله عبد السلام، وادي دفاعات قويه لاحمد سعيد، وقب بقى الدانه المصريه للنادي الاهلي ولكن بترجع سهله في ملعب النادي الاهلي، هيخش ولا ايه السنتر البلوك، ولكن تاني بعد من فوق حليم كده ودفاعات للفريق الكيني وترجع سهله بتغطيه عاليه جدا نسقف له عليها ونديله برافو لاحمد سعيد، وبخبره عاليه ورؤيه عاليه للاعب رقم 16 اللي بنقول له حمد لله على السلامه يا شكري يا جويني،
بتطمن جماهيرك يا كابتن ميدو وتقول لهم اللاعب بتاعنا الحمد لله تم علاجه على افضل طريقه من الجهاز الطبي والجهاز المعاون دكتور محمد احمد ومدلك هيثم عاطف والجهاز الاداري معاك في اللواء خالد ابو زينه وطبعا بقى كل الناس واقفين مع النادي الاهلي. اللاعب رقم 10 بعد كره سريعه مضروبه قويه من منتصف الشبكه بيرجع كده كريشر ابودي على الارسال وخارج الملعب. ما زلت عند رايي في فريق الخدمات العامه الكيني وفريق اسبوار الكونغولي، لو قللوا نسبه الاخطاء عندهم وحسنوا الارسال والاستقبال هيكونوا من الفرق القويه جدا داخل القاره الافريقيه، وفي نذير كده بيقدم لنا نقوص ان الفرق دي جايه بعد كده وما نستقلش ابدا بامكانياتها ومشاركتها داخل البطولات الافريقيه المتواليه، بيديهم خبرات عاليه وهم فايزين في جميع الاحوال حتى لو ما فازوش بالبطوله الافريقيه، وده شعارهم، شعار الاداء وشعار الخبره اللي بياخدوها من الانديه المصريه. وكسر بقى الاحتكاكات، وادي هنا كره من المنطقه الخلفيه للاعب رقم 10، وخلي بالك من المشاركه يا جويني، وتاني للاعب رقم 10 بيتمطع الراجل ويضرب باداء من غير بلوك ويسقط لها كده عبد الله، ولكن الكره كانت قويه يا عبد الله. معلش سلامات فيك حاجه ولا ايه؟ لا سليمه ان شاء الله. هو عبد الله نزل برشاقه على الارض، ولكن ممكن تكون الكوره مع سرعتها وتغيير اتجاهها نزل بسرعه جدا، ولكن ان شاء الله سلامات. ويقوم عبد الله واللاعب رقم 10 ما زال بيلعب ارسال، وادي عبد الله بيعكس كره لشكري الجويني اللي بيضرب في اطراف حائط الصد، ولكن حائط صد مفتوح من شكري و من قطب ودوله، قطب اللي كان ضارب الكره اللي فاتت عفوا. وادي هنا دفاع منخفض ولكن غير موفق، وادي دوله تاني، وبدات بقى كينيا تشتغل بالدفاعات، وادي تراي عالي جدا الراجل كان ممكن يتصاب فيها لان مد رجليه في عكس اتجاهها، وخلي بالك من العضله الضمه يا رقم 10 يا كريشر انت مميز حتى الان. بص كده التراي ده صعب قوي، بص العضله اتفتحت قد ايه. سلامات وان شاء الله يقوم سليم، والتكنيكال تايم اوت الاول بدبل سكور 8-4. تخيلي احنا في الطريق لتحقيق تنبؤاتنا بالنسبه للمباراه وانهاء الاهلي ليها 3-0 ان شاء الله. قلنا اضعف الايمان لو اتاخد حاجه من الاهلي ممكن يتاخد شوط، ولكن طبعا بقى ده مش قله ثقه في فريق النادي الاهلي، ولكن طبعا فريق الخدمات الكيني كان جاي بقوه منقطعه النظير وخليته كده ياخد شوط من نادي الجيش، وان كان ده مؤشر ان فريق الخدمات فريق كويس، وخد بالك ان الجيش برضو ماشي في طريقه، ولكن قدامه عقبه لازم يتخطاها بقى، هي عقبه السويحلي، الفريق المتمكن جدا اللي عنده عنصر الجماعيه عاليه قوي، واللي سناتر البلوكات عنده قويه جدا وعاليه للدرجه، محتاجه فريق صاحي ومحتاجه خبرات ومحتاجه بقى تاكتكس عالي قوي من الكابتن وائل العايدي وجهازه المعاون، وكل التوفيق لنادي الجيش وكل التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله نسعى كده لمباراه نهائيه رائعه ما بين الفريقين حسب توقعات خبراء اللعبه وتوقعاتي الشخصيه، ان اقوى فرقتين حتى الان هما الجيش والاهلي. كره باستقبال غير مقنع خارج المنطقه 3 متر، وكره كده بترجع لملعب النادي الاهلي سهله، وادي بقى حسام بيلعب بجمله تكتيكيه مع شكري الجويني من المنطقه الخلفيه، وانا شايف سعيد متحمس جدا بادائه ومرونته العاليه كده مع فرقته، ومازال بقى قطب اهو هيرجع على الارسال في 9 الاهلي 4 الخدمات. يلا يا رجاله قصروا علينا المشوار ونستعد بقى ان شاء الله لمباراه غدا، وبيحاول قطب ياخد ايس كده في مركز واحد ولكن خارج الملعب. بيرجع لاجيت على الارسال رقم 5 كورنيلوس لاجيت، ارسال سهل سريع خارج الملعب، بيتابعه احمد سعيد وبيسيبه كده يامن عليه لغايه خارج الملعب، وشكري راجع على الارسال ويطلع احمد سعيد على الشبكه.
وادي الجمهور العظيم جمهور النادي الاهلي اللي بدا يزيد في الصاله كده ومتابع فرقته، وادي شكري الجويني استقبال جيد وكره بتتسقط ولكن صحلها حسام وتترفع لقط بمنطقه خلفيه، ولكن بقى بخطا في الدفاعات يصطاد احمد سعيد، وانا شايف احمد سعيد ودوله وعبد الله عبد السلام في الشوط الاول كده كان عبد الله ودوله اخذوا كورتين زيهم وبقت في منافسه بينهم مين اللي هياخد الكره افضل، وانا شايف افضل كره حتى الان من وجهه نظري هي لعبد الله عبد السلام لانه اصلا مش ضريب ولكن طلع برشاقه ومرونه وضرب الكره بمنتهى الاقتدار والقوه، وتانيها على طول كان دوله لانه ضرب الكره بعمق جدا وطلعت عاليه في سقف الصاله، والثالثه هي لاحمد سعيد اللي ضربها بقوه واقتدار ايضا من على سن الشبكه، وادي تغيير بيطلع اللاعب رقم 13 وكيسيا وبينزل رقم 10 عفوا بيطلع رقم 4 لاجيت وبينزل وكيسيا رقم 13، وعلى الارسال بريان ميلي رقم 2 معد الفريق الخدمات الكيني. بيجهز كده لاداء مهاره الارسال وكره سريعه ولكن خطا في الاستقبال من شكري جويني، طبعا غايب عن الملعب بقاله 3 ايام فممكن السنس يكون هرب منه شويه. ما زال بريان ميلي وبيلعب ايضا تاني على معوض، ولكن معوض بقى بيستقبلها بصوره جيده وكان المفروض نغطي قطب ولكن كنت داخل تجهز كده ليه الهجوم، وحسام حاول يعدي الكوره باسقاط ولكن كان معاه حائط صد، وبدا السكور يقرب تاني ويجهز بقى بتهالي عبد الله عبد السلام كده بره، حسام كان شايف ان عبد الله اداؤه رائع ففصل شويه، وادي كره كده كان عايز يلعبها في الزاويه الطويله احمد سعيد ولكن خارج الملعب بفارق نقطتين عن الخدمات الكيني بيقرب 9 الخدمات 11، وتايم اوت بيطلبه الكابتن ميدو مشلحي في وقت مثالي جدا، وانا مع رايه في التايم اوت ده لان فعلا بدا فريق الخدمات يتسحب كده ويقرب من السكور، مش محتاجين نخسر اشواط او نخسر جهد نقدر نوفره لمباراه دور الاربعه. جمهور العزيز جمهور النادي الاهلي مستنيين كده بطوله رقم 13 الافريقيه من فريقهم، ويقرب فريق الخدمات 9-11 بفارق نقطتين، وادي ارسال هنا وشكري الجويني بيستقبله والمنطقه الخلفيه القطب بتاخد ايد الكل ايد الدفاعات وايد حوائط الصد وتطلع كده خارج الملعب، ما شاء الله عليك يا قطب. بنشوفها كده في الاعاده كره لا تصد ولا ترد من عملاق نادي الاهلي، وادي كره خارج الملعب بيرجع الارسال للخدمات الكيني، شايف الاداء بدا يهدى شويه حتى ادائنا احنا في المباراه بدا يهدى كده مع اللاعب رقم 9 كلاب جيت، وادي استقبال جيد من الجويني واحمد سعيد واول حائط صد بقى لاحمد سعيد كده، وان كان احمد سعيد متالق في الضرب الامامي والضرب الخلفي ولاعب مميز طبعا بالجامب العالي وخفته بقى مساعداه، ولكن برضه لسه احمد سعيد ما وصلش للعالميه للاستقبال طبعا مش متقن 100% وان كان بيعمل تراي على كل كوره وبيهاجم، ولكن برضه ما زلت عند رايي ان اللاعب طويل القامه بيوفر عليا كتير جدا عن اللاعب القصير حتى لو جنبه عالي، وان كان اللي تميز في النقطه دي بس كان هو ميدو مشلحي ابن النادي الاهلي وكان افضل لاعب على الاطلاق من مركز 4 في ذاك الوقت، وكان بيميز بتحركاته السريعه واهم حاجه عنده كان الاستقبال العالي الرائع جدا، مع العلم انه لاعب مش طويل القامه وكان عنده سنس وتايمنج عالي جدا في حوائط الصد. ١٤ الاهلي ١١ الخدمات، والارسال مع حسام بيلعب ارسال سبايك مع الوزب حسام وحطه كده بريست ايديه واستقبال جيد،
وتروح لمركز 2 للاعب رقم 10 المميز حتى الآن كريشر أبودي كريشر، وتبديل بقى بيطلع هو رقم 4 لاجيت، وينزل رقم 12 نيكول لاجيت، بيطلع كورنيلوس لاجيت وينزل نيكول لاجيت رقم 12، وإرسال طويل واستقبال أكتر من رائع من معوض، وعبد الحليم بيضرب بقوة ولكن دفاعات كينية رائعة، ورقم 10 بيهرب كده من عبد الحليم ويضرب كرة في البتوين ما بين عبد الحليم والجويني، كان قطب هو اللي مستمر مع لاجيت، وادي هنا كرة في البتوين، بلوكينا مميز يا قطب ولكن انت كنت رايح لللاين شوية ففتحت بتوين الشبكة، ارسال تاني لنيكول لاجيت واستقبال رائع، وكرة لأحمد سعيد من الأدوار العليا ولكن يثبت عنده، وادي ثلاثي حائط صد تيجي في ايديهم كده باي لك وتنزل، والفارق بقى كام؟ 14 الجميع، وده الفارق، وخدوا بالكم قلت لكم فريق الخدمات الكيني بيتسحب، ولو قرب مننا هيتعبنا، ولو مشينا نقطه بنقطه الاداء مش هيوصلنا النتيجه، ولكن احنا ملتزمين بعهدنا بقى مع النادي الاهلي انه نادي القرن ونادي البطولات، ويقدر يلم نفسه ويقدر يشوف كده البدائل عنده ايه، وان كنت انا مع الكابتن ميدو مشلحي انه لازم دلوقتي يرجع عبد الله عبد السلام لانه كان بيفكك الشبكه، وان كان دلوقتي عبد الحليم بدا يتمسك وده مش وارد خالص لان عبد الحليم كان بيضرب من الادوار العليا، ولكن مش مرتاح هو انا شايفه في الاداء، وبدا يتمسك هو من حوائط الصد، وتفوقت بقى 15 14 بفضل ارسالات كده سهله من نيكولا جيت، وكان الاستقبال متقن في الاهلي، ولكن كانت المشكله في راحه اللاعبين في الاعداد. تاني نيكولا جيت، وادي رجع بقى عبد الله عبد السلام، سلامات ما فيهوش اي حاجه عبد الله، وكره كده انا بحس ان اللعيبه بتاخد ثقه بوجود عبد الله عبد السلام، وده مش تقليل من شان حسام، حسام لاعب معد عالي جدا وهايل قوي، ولكن انا بيبقى فيه ارتياح نفسي لحد معين، وشايف ان معظم اللاعبين بترتاح نفسيا وما بتقدرش تكسر كلمه لعبد الله عبد السلام، بيرفع لهم الكوره زي ما هم عايزين في اي اتجاه، حتى هنا بص تلاقي الاداء في البلوكات اتزن والاداء في الضرب اتزن، ايه السبب انا الصراحه مش عارفه، ولكن طبعا حسام معد قدير جدا وليه كل التقدير والاحترام باكتشاف بقى داخل النادي الاهلي كده وما جايبه من دمنهور، ولعب معد على في الفريق الاول على ايد القدير الكابتن نور عطيه لما كان ماسك مدير فني للفريق الاول، وبقى كده مع كده مع الفريق الاول وهو معد من الطراز العالي، وطبعا كل واحد فينا بيحتاج برده مفيش حد كامل بيحتاج شويه تجهيزات كده عشان يوصل للعلامه الكامله والارتقاء الكامل بمستواه. 16 الاهلي 15 الخدمات، مش عايزين نطول بقى، نوفر كده مجهودنا زي ما بنقول لمباراة دور الأربعة. المهم اطمنا على عبد العال في مباراة اسبوير، والنهاردة بنطمن على شكري جويني في مباراة الخدمات العامة الكيني، وكده يبقى الأهلي فعلا وصل للعلامة الكاملة بكامل لاعبيه وكامل قوته، وأحمد سعيد على الإرسال، وادي يا احمد ارسال ضايع هنا بدون معنى وبدون عنوان، مع ان كابتن ميدو منبه عليك تلعبه في لوتر عشان يضمن منك انه ما يضيعش، ولكن معلش عوض يلا باستقبالك الممتع بقى اللي هنشوفه دلوقتي. وادي اللاعب رقم 10 كريشر اللي بيضرب من المناطق الخلفيه، واستقبال من الجويني وكره كده بتتحط باسقاط عالي جدا، ولكن الدفاعات الكينيه، وادي بقى العنتريه اللي اشتغلت بيها كينيا واللي تميزت للنقطه للمره الثالثه داخل الشوط الثالث، الاول كان 3-1 وبعد كده وصلت ل 15-14 بعد كده 17-16، وده التفوق الثالث ليها في الشوط الثالث، وخد بالك يا اهلي خد بالك الفرقه دي متعبه جدا لو مسكت مننا زمام الامور، ولكن هنا بيرجع بقى عبد الله عبد السلام يقلب كوره كده لقطب بيضربها من فوق حوائط الصد بنقطه مباشره، وادي بقى العهد بين اللاعبين كده بيتجمعوا كلهم ويتفقوا على ان احنا لازم نفوز ونخلص الشوط ده،
بتحبه، رجع على الارسال والنتيجه 17 الجميع. ارسال سريع واستقبال رائع وممتع وضرب من منتصف الشبكه، لكن حوات صد جيده من دوله، وتاني حوات صد ولكن خارج الملعب. كره خارج الملعب فعلا يا دوله، ما نشاورش، كره خارج الملعب في الاعاده اهي، خارج الملعب بكتير كمان. هو بيقول ان لمس الجسم اللاعب بس ما لمستوش ولا حاجه. على الارسال وكيسيا، وادي هنا كوره مع استقبال رائع من الجويني. وقد ايه بقى اللاعب دوت عاجبني، ما شاء الله بيلف كده بريست ايديه، حتى ما بينطش عالي ولا حاجه، ولكن بيتعامل مع حوائط الصد زي ما شايفين على حسب خطا حائط الصد، على حسب ما بيضرب فيه المنطقه الخاليه تماما من حوائط الصد ومن الدفاعات، ودي بتحتاج لسرعه بديهه عاليه جدا، وده حاصل مع شكري جويني. وادي ارسال رائع من قطب، ولكن استقبال جيد وحائط صد ثلاثي ممتع جدا من عملاق النادي الاهلي دولة 2 متر 11، والبصير او المعد الساحر عبد الله عبد السلام 1 متر 97، وشكري جويني المتالق حتى الان بصفوف النادي الاهلي رقم 16 اللي عنده طول 1 متر 96. ارسال ضايع بيوصل الخدمات لنقطه التعادل، ما يقفلش مننا الصوت، ناخد بالنا ما عندناش خلاص ورق كتير بره، استخدمنا اوراقنا كلها. ارسال سيمون كيبوك واستقبال جيد، وادي الجويني كورته خلصانه بنقطه ما شاء الله من اي حد وفي اي وضع وباي ارتفاع، ودوت اللي مميز الجويني حتى الان داخل صفوف النادي الاهلي زي ما شايفين. حتى لو البلوك لمسها الراجل بيعرف يحرك ريست ايديه بسرعه جدا ويغير اتجاهات الهجوم. ويرجع الجويني على الارسال، وارسال مؤثر، ولكن استقبال بيوصل لها معد الفريق التحفه بالنسبه لي بريان ميلي، اللي بيوصل لاي كوره وبيعلقها كده بتفاهم واضح لزمايله. ضرب في حوائط الصد و20 20، وقللت نسبه اخطائها كتير قوي الخدمات العامه في الشوط ده. وخد بالك يا اهلي المباراه ما انتهتش، احنا قلنا 3-1 الا اذا 3-0 الا اذا الاهلي ما اهتمش بادائه، وفعلا في دربكه. وادي كره والتفوق الرابع داخل الشوط الثالث، 21 الخدمات العامه الكيني، 20 النادي الاهلي. وناخد بالنا يا كابتن ميدو الشوط دوت شوط محوري ومهم جدا، ومش عايزين ندخل الاداء معانا لمرحله نزعل عليها بعد كده. وادي الدربكه بقى تكمله كده للدربكه، وانا شايف الجويني مأدي اللي عليه، ولكن كان في استقرار نفسي داخل صفوف الفريق بوجود عبد العال، والدنيا كانت ماشيه ومتظبطه. وطبعا ان كان اشراك الجويني بقى عشان نطمن عليه وكل حاجه، والراجل قدير في اداء مركزه، ولكن ده التغيير اللي تم، وكان اشراك حسام في المنطقه او في المقطع الثاني من الشوط الثالث برضو ممكن يكون عمل دربكه شويه للفريق، واعاده التوازن بقى ما بين عبد الله عبد السلام وبقيه فرقته خد وقت شويه، ووصلنا ان الخدمات متقدم علينا 22 20. وطبعا زي ما بنقول ربنا يستر، الشوط ده شوط محوري ومهم جدا وحاسم بالنسبه للنادي الاهلي، ومش عايزين الاداء يتوتر مننا. ووصينا ان انت لازم تحافظ على ادائك، لان طبعا ان النادي خدمات الكيني، وادي بقى الاداء مش عاجب الناس الى حد ما. بريان ميلي راجع على الارسال رقم 2، بريان بيلعب ارسال فلوتر كده خفيف بيستقبله معوض، وادي كره بيعلقها عبد الله، اللي طبعا في اطمئنان وثقه داخل صفوف النادي الاهلي بوجود عبد الله عبد السلام انه هيلحق اي كره كانت مزنوقه شويه، ولكن علقها كده لدوله. وخلي بالك من ارسالك يا دوله، الارسال ده مهم جدا يجيب لك الشوط، او لا قدر الله يوصلنا لمرحله مش عايزينها. دوله 2 متر 11، ارسال سريع داخل الملعب واستقبال اكتر من رائع، وتتقلب كده باتقان عالي قوي لمعد الفريق اللي قلت لكم عاجبني بريان ميلي، اللي فنت الشبكه كلها وطلع الراجل بسنجل بلوك
ضرب في اللاين على طول بنقطة مباشرة 23-21 بالرغم ان كان عب ورايح مع البلوكات ولكن كان مأخر شوية. وادي رقم 9 كورنيلوس كيبلاجيت على الارسال وكرة من بره ايد احمد سعيد كده ولكن بيتصرف فيها كويس تحطنا تاني 22-23 وبين احنا اللي بنلحق كده اداء الخدمات. وخد بالك يا عبد الله بارسالك ده مهم جدا وحاول كده تحطه بس في الملعب ولو لعبت بريسك عالي يبقى ربنا يستر بقى. 23 خدمات 22 الاهلي وفعلا عبد الله حطه بعقل كده ولكن استقبال رائع وترجع لنا سهله اهو محمد معوض بيجيبها وفي مركز 2 لقب اللي بينتع الكره جامد قوي ولكن طبعا في ايد حائط الصد وادي حائط صد غالي جدا من عبه بياخده من منتصف الشبكه ويرجع تاني الفارق لزيرو 23-23 وعبد الله عبد السلام مازال بخبرته وعقله ومنطقه بقى على الارسال كده يحطه لنا داخل الملعب. وادي ياس ظاهر على بريان ميلي وخلى مدربه دونسون تالي وجيدوين تراوس يطلبوا الوقت المستقطع 23 الاهلي 23 الخدمات العامه الكيني. وادي المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكره الطايره كابتن احمد عبد الدايم النجم السابق طبعا لنادي الزمالك وطبعا الحكم الدولي حسن احمد كان الحكم الاول في العالم ومن لجنه التحكيم الدوليه. وتاني عبد الله عبد السلام على الارسال اظن عبد الله برضه يحطه بعقل كده ولا ايه. وادي اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي منتظرين كده اداء النادي الاهلي بالعلامه الكامله ان شاء الله ب3-0. عبد الله عبد السلام ارسال في الملعب فعلا واستقبال برضه جيد وادي اللاعب الخطير رقم 10 وطلع كده واتمطع وضرب الكوره من تحت باط البلوكات بنقطه مباشره. وادي بقى شوف حماسهم هنا عامل ازاي وقلنا لو الفرقه دي تمكنت من الاداء هتتعبنا جدا وقعدت تسحب كده بالتدريج لغايه لما تفوقت 4 مرات داخل الشوط الثالث ودي المره الخامسه 24-23 ولكن بقى الراجل ده هيعمل معانا ايه. حط ارسال سهل استقبله عبه مش منطقتك خالص عبه ولكن ضرب كوره قويه جدا من منتصف الشبكه بترجعنا تاني ل 24-24 ويا ترى مين راجع على الارسال هنشوف وشكله كده احمد سعيد هو اللي راجع. خد بالك يا احمد انت في اللفه اللي فاتت ضيعت وفعلا بقى الكابتن القدير حماده ميدو مشلحي عفوا رجع كده منعم بخبرته على الارسال طبعا عشان احمد سعيد كان مضيع سواء الارسال سبايك او الفلوتر. وهنشوف بقى منعم بارسالات كده يحطها بس في الملعب ويعمل دفاع منخفض لفرقته. وادي هنا ارسال كان مؤثر فعلا وكره كده اي حاجه متشكرين جدا منك الراجل اجاد طول المباراه بيلي وكان بيرفع كور مستحيل تترفع ولكن جيب كره سهله قوي بيديها لنا هديه في اخر الشوط الثالث وصلنا ل 25-24 وفعلا الراجل دوت ما كانش بيخطا وكنا كل شويه نقول له برافو عليك ووصل مدربه بقى جيدوين تراوس ممكن يحرمه من العشاء النهارده ولا ايه او ممكن يحرمه اصلا من السفر لكينيا مره ثانيه لانه بيخسره اطمئنانه للشوط دوت وبيوصل الاهلي 25-24. رسالك يا منعم يكون برضو في الملعب. رجع منعم كده هيلعب ارسال بقى سبايك مع الوزن فلوتر يحاول ياثر بيه على استقبال الفريق الكيني ويسهل المسافه شويه ونقطه واحده تفصلنا عن فوز وتالق النادي الاهلي. وادي ارسال فعلا داخل الملعب لعبوا على المعد بطريقه غريبه جدا يستقبلوا المعد وادي رقم 10 ولكن لسه في كلام تاني في اللقاء و25 25 وعملت اللي عليك يا منعم. عايزين بقى استقبلايه دلوقتي توصل كده عبد الله عبد السلام يطلع لنا عبه من منتصف الشبكه بكوره قويه جدا ان شاء الله تحقق لنا الفارق. ويرجع تاني الراجل رقم 10 دوت كريشر المهم جدا عندهم وادي عبه بقى ولا ايه ولكن ما كانش مظبوط فيها ودفاعات كده ترجع الكوره بسهوله للملعب الاهلي. حاول تاني فيها عبه ولكن عبد الله بيقلب لقض وضرب الكره ودفاعات تاني قاتله ومستميته وحائط صد مالوش اي معنى يكون مفتوح وتتضرب الكره في الزاويه الطويله ومعوض يكون داخل كده جوه الملعب ويحقق نقطه مباشره نقطه التقدم للخدمات الكيني.
وبيتهيالي بقى احنا بنزلنا خلص يعني، فكنا محتاجين الاهلي يخلصنا في الشوط ده، ولكن لسه في كلام تاني في اللقاء. 26 الخدمات، 25 الاهلي. وادي كرة عبوا بقى، ولكن حائط صد شد في اربعة، ولكن حطها تاني ليه قطبه بخبرته كده، وخطأ تاني مرة كلاكيت تاني مرة ليه بريان ميلي في توقيت حساس جدا بيخطأ فيه الدفاع. وخد بالك في بعض اللاعبين كده تحت الضغط النفسي والمعنوي بقى في اواخر الشوط بتحصل منهم اخطاء ما بيكونوش متوقعينها، زي ميلي دلوقتي اللي ماشي طول المباراة كويس جدا، ولكن متشكرين على الخطأين اللي عملهم، رجع لنا الأداء تاني ورجع لنا الثقة تاني إن الأهلي ممكن يكسب. وادي الراجل بيرد عليا يقول لي لا لسه موجود، ويعمل إسقاط كده هايل جدا وممتع في ملعب النادي الأهلي، بنديله حقه عليه ونقول له برافو فعلا، نقطة أنت عندك بقى ثبات انفعالي غير ما احنا كنا متوقعين خالص، وما كانش فيه متابعة للاعبي النادي الأهلي. 26 الأهلي، 27 الخدمات. هنمشي نقطة بنقطة ولا ايه؟ هيوصلونا لفين الخدمات؟ وادي هنا استقبال رائع، وقب وبلوك غالي قوي كلفنا كتير وكلفنا ضياع الشوط التالت. معلش نقدر نلم ان شاء الله نفسنا، وخدوا بالك كتير ممكن تبقى 3-1، ولكن بالاداء اللي حصل في الشوط التالت ربنا يستر. اثنين واحد في الاصوات، وادي فرحه بقى على الجاليه الكينيه والبعثه المرافقه كده للفريق. نقدر نقول النادي الاهلي اتقن واجاد في الشوط الاول ب 25-12، وفي الشوط الثاني كان ماشي بنفس التكتيك 25-15، ولكن في كده بعض الحاجات اتغيرت شويه في الشوط الثالث، سواء من تغيير مراكز للاعبين بعد تقدم وتفوق في صفوف النادي الاهلي، تم تغيير بعض اللاعبين، وطبعا هم ما اهملوش ولا حاجه، ولكن كانت خلاص اليه اللاعب وصلت لانسجام كامل في خطوطه، وبدا الانسجام يضيع شويه بين صفوف النادي الاهلي، وتدارك الموقف بسرعه الكابتن ميدو مشلحي، ورجع تاني عبد الله عبد السلام، ودخل منعم في اواخر الشوط كده، وبدا الاستقبال يتحسن، ولكن طبعا تاتي الرياح بقى بما لا تشتهي السفن. قطب اللي ماشي ما شاء الله طول الجيم اتاخد منه بلوك في اللقطه الاخيره، كلفت النادي الاهلي الشوط الثالث. وادي منعم بقى بيسخن من البدايه اهو، شكله هيبدا ولا ايه؟ احنا محتاجين حد عنده خبرات وتقل شويه في الاداء. بريان ميلي هو علامه الاستفهام حتى الان، بكورتين اخطا فيهم في الشوط الثالث وكان هيكلف فرقته فيهم الكتير، ولكن رجع لنا بمفاجاه مدويه غير متوقعه من الكل، سواء من المتابعين للمباراه داخل الملعب او من لاعبي النادي الاهلي، ويسقط كده كره بمكر شديد جدا من على خط الثلاثه متر، يحط كره سهله ممتنع بنقطه مباشره يقرب بيها الفارق مره ثانيه، ويخلي فرقته عندها روح معنويه عاليه يكسب بيها الاداء ويكسب بيها الشوط الثالث. 2-1. وخدوا بالكم قلنا برضو ان الفريق الكيني واخد شوط من نادي الجيش، وهو فريق لا يستهان به، وبالتالي الكلام دوت حصل في الاستديو التحليلي مع الكابتن هيثم، كابتن فؤاد وكابتن نور عطيه قالوا نفس الكلام ان الفريق ده ما يستهانش بيه، ولو ركب زمام الامور ممكن يتعبنا، بس طبعا كلنا بقى ثقه وامل كده في لاعبي النادي الاهلي بقوتهم واقتدارهم كده على اداره مثل هذه الظروف، ويخرجوا من الكاب، واحنا بس عشان اتعودنا ان الاهلي يكسب 3-0 فحاسين ان في مشكله، ولكن طبعا دي بطوله وفي كل الفرق جايه تقدم افضل ما عندها. على بركه الله كده الشوط الرابع. ارسال مع عبد الله عبد السلام. ارسالاتنا ما كانتش مقنعه شويه يا عبد الله، انت وقطب كده ضاعت مننا ارسالات كتير، بدات انت تحط الارسال برست ايديك ودوت مش قوتك. انت
انتظار بقى تأكيد روتيشن أو دوران مع الحكم الثاني. عبد الله عبد السلام نجم النادي الأهلي. إرسال قوي من عبد الله ياخد الحافة العليا كده للشبكة ويخدمه شوية ويغير اتجاه الكرة وتسقط من اللاعب رقم 13 وكيسيا اللي كان حل بديل كده في الشوط الثالث. ومازال عبد الله على الإرسال. إرسال قوي من عبد الله ولكن خارج الملعب وبيشاور كده حامل الراية ان الكرة داخل الملعب وبيأكد عليها الحكم الأول. واثنين لا شيء للأهلي. كمل بقى عبد الله ما شاء الله. إرسال تاني بريست إيديه كانت الكرة هربت منه شوية ولكن استقبال عاجي وكرة في بطن الشبكة. إيه هيريحوا الناس دي ولا إيه؟ هم خلاص خدوا الصوت اللي هم عايزينه ولا الأهلي هيضغط من البداية كده ويريحنا إحنا بقى؟ ثلاثة الأهلي لا شيء الخدمات الكيني. وادي تاني عبد الله بارسال قوي وقيس مباشر وهو ده بقى الاهلي اللي احنا عارفينه في المواقف الصعبه كده بيخرج على طول من المحنه دي ويوسع ويعمق الفارق لاربع نقاط وعليها كده بيجهز عبد الله تاني لارسال الخامس بتاعه وبيغير فريق الكيني اللي احنا شايفين دلوقتي الملعب واقف لكن طبعا مش شايفين التغيير. أربعة الأهلي لا شيء الخدمات. وأدي كرة تانية برضو بيخدموا فيها الحظ في نت الشبكة ولكن استقبال جيد ورائع وأدي ديفنس رائع من سعيد وإسقاط كده من غير معنى القض وتاني ترجع للرقم 10 ولكن حائط صد قوي جدا من عبو بقى وتاخده الجلالة كده بحركة أول مرة يعملها عبو وياخد كده بلوك تيجي في أجسام لاعبي كينيا وتضرب عصفورين بحجر زي ما بنقول. واللاعب رقم 10 بعد تمكنه واقتداره بالأداء لكريشر ياخد كده نقطة مباشرة منه عبو. وخمسة لا شيء. يلا يا أولاد ربنا يكرمنا كده الصوت ده. عايز أقول لكم إن أنا شربت حوالي 10 ينسون حتى الآن. خمسة الأهلي لا شيء الخدمات الكيني وبيلعبنا كده بقى الدكتور فؤاد. ما زال عبد الله عبد السلام على الإرسال وإرسال كده بعقل من عبد الله يحطه في مركز واحد مع استقبال غير متقن وإعداد أي حاجة وكرة كده تتضرب في الشارع. أمال إيه اللي أنتوا عملتوه يعني في الشوط الثالث بس جايين تاخدوا صوت وخلاص ولا إيه يعني؟ تعبتونا معاكم. فريق الاهلي ما شاء الله تمكن في الشوط الرابع وسته لا شيء. وادي ارسال قوي تاني ولكن خارج الملعب. معلش يا عبد الله كويس ست نقط فارق وارسال ضاع بقى 6-1. ارسال سهل من كبلاجيت. وادي تاني للمنطقه الخلفيه احمد سعيد اللي بيقف كده ويبص في الهواء ويطير ويتعاملك ويضرب كره من الادوار العليا قويه جدا من خلف منطقه 3 متر بعد ما عبد الحليم وعبد الله يتلاعبوا بيه حوائط الصد الكينيه. وسبعه الاهلي واحد الخدمات. ويرجع بقى تاني اهو عبد العال في ارضيه الملعب من بدايه الشوط كده عشان يوزن شويه السيمتريه بين اللاعبين او الاداء والاليه بين لاعبي الخطوط الاماميه والخلفيه. وكانت دي الدربكه اللي حصلت شويه في نهايات الشوط الثالث. وادي كره كانت على سن الشبكه ولكن ترجع لنا تاني وود بيحطها سهله في اللاين. لا ده كان احمد سعيد اللي حطها سهله كده ومعوض بقى بيكلم الحكم بيقول له ان اللاعب اللي طلع حائط صد كان من المنطقه الخلفيه ولكن ممكن الحكم ما يكونش خد باله. وخد بالك انت يا معوض ان مالكش حق تكلم الحكم ومش عايزينه يرخم علينا بقى في الاخر كده. وادي هنا كمان عبد الله عبد السلام بيقول له اللاعب رقم 2 طلع حائط صد
وطبعا دي عدت خلاص يا عبد الله، خليك محافظ على ادائك وثباتك. طبعاً شايف ان مفيش اي حاجة فنية تتقال لفريقه، وبيحاول كده يهدي الاجواء، والفرقة ماشية كويس بفارق 7 نقاط، فبيتكلم بس مع عبد الله عبد السلام كده يقول له حاول بقى تحط اللعب تاني في منطقة منتصف الشبكة. ودي طبعا مش تكهنات ولا حاجة، ولكن بنقول من الاداء اللي احنا شايفينه، وكان نبه علينا كده الدكتور فؤاد ان حوائط الصد الكينية ضعيفة في منطقة منتصف الشبكة، واشتغل عليها الاهلي كويس في الشوط الاول، واكيد بقى هيبقى تحليله كده في نهاية اللقاء شغال برضو على النقطة بتاعت البلوكات دي. وادي عبد العال تاني رقم 11، وارسال سريع كده مع استقبال خارج الثلاثة متر، هتتشد في مركز 4، المفروض بقى حائط صد قوي، وفعلا يحصل حائط الصد وتخبط في اجسام لاعبي الخدمات الكيني اللاعب رقم 4 لازايت، وتطلع خارج الملعب. 9 الاهلي 1 الخدمات، ومازال عبد العال بيلعب ارسالات كده خططيه على اللاعب في مركز 4، وتتعكس باقتدار عالي جدا لبريان ميلي معد الفريق الكيني، الراجل اللي متمكن حتى الان اللي بيأدي اداء قوي جدا، ولكن في عتاب بينه وبين مدربه جيدوين تراوس اللي بيقول له كده حاول تغير الملعب كتير زي ما اتفقنا، الكور دي بتجيب معانا نتيجه كويسه. وبيرجع كورينيوس لاجايت على الارسال، وارسال سهل يستقبله معوض، واداء ممتع اهو لعبه اللي قلنا كان كابتن ميدو اكيد بيكلمه عشان يشغل منتصف الشبكه، وفعلا اشتغل منتصف الشبكه لان دي نقطه ضعف عن الفريق الكيني. يرجع عبو على الارسال ويسلم الشبكه كده لدوله اللي محتاجين منه برضو بلوكات بقى قويه دوله، ولكن في التاتشات. وادي بقى عبد العال بيعمل كده كره، وكان في تقل شويه في التحرك يا دوله، ما طلعتش انت كما يجب في منتصف الشبكه، وعلقها لك فعلا عبد الله، ولكن ضربت خارج الملعب. الارتداد كده كان بطيء شويه من الدفاع وحوائط الصد للهجوم. وادي ارسال تاني في مركز 5 ولكن خارج الملعب من كريشر رقم 10 من خدمات الكيني، ويتسع الفارق مرة أخرى ل 8 نقاط، 11 الأهلي 3 الخدمات الكيني. وأود يرجع على الإرسال، يلا بقى يا أود زي عبد الله كده ما وصلنا النقطة السادسة، حاول تسحب أنت كمان بالإرسال شوية. إرسال قوي مع الواز بداخل الملعب، واستقبال رائع ومتقن من لاعبي الخدمات، واللاعب لافايت بريان ميلي رقم 2 بيرفع كرة في منتصف الشبكة يلف بيها كده السنتر بلوك ويحقق نقطة مباشرة لفرقته بطريقة جميلة قوي ما يكونش عليها دفاعات أهلوية. ويرجع رقم 13 البديل وكيسيا اللي نزل في الشوط الثالث، وادي عادل بيضرب كرة قوية وفي لمس للشبكة من حوائط الصد الكينية، وبيرجع أحمد سعيد على الإرسال، 12 الأهلي 4 الخدمات الكيني. خد بالك من ارسالاتك شويه يا سعيد، ما كانتش متقنه في الشوط الثالث. وادي ارسال هنا كويس، ولكن استقبال عالي قوي من ليبرو الفريق الكيني رقم 16 اليكس كاريوكي، وبيضربوا كره قويه كده في ملعب النادي الاهلي. ناخد بالنا ونحافظ على الفارق ب7 نقاط دوت كويس قوي، ولو مشينا نقطه بنقطه اكيد احنا كسبانين خلاص في النهايه ان شاء الله. ولكن بقى هنشوف ليهم كلام تاني كده، سيمون كيبوك رقم 5 اللعب ارسال واستقبال رائع وشد في مركز 4، بيضربها عبد العال في ايد حوائط الصد تنزل كده في بطن الشبكه بنقطه مباشره للنادي الاهلي. ويرجع دوله على الارسال، مهم قوي الارسالات دلوقتي يا دوله القادم من نادي سموحه، وارسال فعلا قوي، ولكن استقباله متحسن قوي من الشوط الثالث والشوط الرابع، استقبالات رائعه وفي لمس شبكه بيتحسب على عبد الله عبد السلام وحليم، بيحطوا ايديهم كده عبوا في الشبكه. وينتقل ارسال مره اخرى لفرقه الخدمات الكينيه، وتغيير نفس التغيير، بينزل الراجل رقم 14 شاوراك نيوجانزا، وبيخرج
رقم 4 لازايد، كرة سهلة مع استقبال رائع ومن المنطقة الخلفية، ولكن دفاعات مستميتة ترجع تاني النادي الأهلي، وعبد الله بخبرته العالية يلف كده 180 درجة ويخلي وشه قدام الشبكة تاني بعد ما كان مديها ظهره، ويعمل كرة بليسنج جميلة قوي في ايد حوائط الصد وممتعة، وبيعيدها لنا بقى مخرجينا هنا لروعة الكرة طبعا، ودي حاجات من اللي بتسجل كده لقطات الفنية اللي بتدل على ذكاء اللاعب ورشاقته ومرونته. وتاني عبد الله بالإرسال قوي، ولكن استقبال جيد ورائع، وفي ايد حوائط الصد تروح على المدرجات على طول، وكان بيطلع فيها عالي عبد العال، وكشكل الكرة كده خبطت في وجهه ولا ايه، ولكن سلامات يا عبد العال. فعلا جت في راس عبد العال، طلع عالي قوي وكانت ايديه مفتوحه شويه من النص، وترجع كده بكره سهله لفريق الخدمات 14-7 دبل سكور، وقطب بيضرب في اواخر اطراف البلوك وبينزلها في مركز واحد بريست ايديه بخبره عاليه، وبيتخلي قطب كده وعبد الله يضحكوا مع بعض كده ويحسوا ان هم خلاص ركبوا الشوط وبيوصلوا لمرحله النهايه. فارق 8 نقاط يفصل الخدمات الكيني عن التفوق، وعبد العال على الارسال، ارسال سريع ولكن استقبال برضو عادي جدا، وحائط صد بقى ممتع من عبه كده اللي انا شايفه متحمس قوي اثناء مجريات الشوط الرابع. والوقت المستقطع الفني الثاني و16 الاهلي 7، وبتهيالي كده بنوصل للعلامه بقى الرابعه في الشوط في المباراه، وفوز الاهلي ان شاء الله 3-1. وادي ما زال هنا الكلام ما بين كابتن مسلحي وعبد الله عبد السلام، وبيحاول يقول معوض كده اظبط له معوض الاستقبال، انت خانق الراجل كده شويه، ممكن الاستقبالات بتبقى زحمه شويه او بتيجي في مناطق ما بيكونش مستعد ليها كويس عبد الله، فحاول تحطها له كده في المقطع اللي يقدر يتصرف فيه. وده طبعا لسان حالهم بقى بيتكلموا مع بعض طبعا بمنتهى الشياكه واللباقه، وبيرتاح كده لاعبي النادي الاهلي بفارق سكور جيد 16-7. بنرجع لاستئناف اللقاء في الشوط الرابع، و16-7 في الشوط الرابع لصالح النادي الاهلي. عبد العال ما زال على الارسال، ارسال فلوتر مع الوزب كده استقبال خارج ال 3 متر وتتعلق في مركز 2، وشكل الراجل ضارب في التاتش، ولكن دفاعات قويه من عبد العال بتتحط ليه عبه بيلمسها كده بشكل الدنك شويه تروح في ايد البلوكات على خارج الملعب. فارق واضح خلاص في الشوط الرابع 17-7 عفوا، فارق 10 نقاط. وادي ارسال بقى قوي المره دي من عبد العال، ولكن استقبال جيد واسقاط كده ودربكه في ملعب الفريق الكيني بيوصل الاهلي النقطه 18، وتمكنه من الشوط الرابع واقتناس الثلاث نقاط ودخوله ان شاء الله لدور قبل النهائي ليلاقي نادي سموحه اللي فاز بصعوبه النهارده على الطيران 3-2، وكان جود جيم لسموحه وجود جيم للطيران، الفرقتين فايزين بأدائهم الرائع اللي تموا النهارده، والفرقين من مصر اي واحد فيهم يوصل بنقول له الف مبروك، ومنافسه شريفه بين طبعا كلهم فرق اشقاء بقى في مصر سواء نادي سموحه او الطيران. و19-7 للاهلي، وما زال عبد العال، ولكن ارسال ضايع عبد العال، فكرت فيه كتير كده فالكوره سقطت منك. 8 الخدمات الكيني 19 الاهلي. وادي التغيير اللي بيعمله على طول، بينزل اللاعب رقم 4 تاني لازايتو، بيطلع رقم 14 من الخدمات الكيني شاوراك. لازايت بيروح على الارسال، ارسال سريع ولكن استقبال جيد من عبد العال، وكره لقطب بيضربها بقوه جدا داخل حدود ملعب الخدمات الكيني، ويدخلنا خلاص في المقطع الاخير بعد النقطه 20 ان شاء الله، ونقول للاهلي مقدما مبروك بفارق كبير جدا 12 نقطه في الشوط الرابع، واتعلم الدرس كويس في الشوط الثالث، واتعود خلاص ان مفيش حاجه اسمها استهتار بالخصم
وفرقة كينيا كانت هتبقى متعبة جدا لو ما كانش أداءنا رائع في الشوط الرابع. وبيحاولوا برضو الولاد بتوع كينيا ما شاء الله مصرين على الأداء بقوة ورشاقة ومرونة، وده بيميز اللقاء حتى الآن. 21 الأهلي 8 الخدمات الكيني. وكده بقى أكيد هينوه لنا كده قناة النادي الأهلي عن مواعيد مباريات غدا إن شاء الله. وادي كرة من منتصف الشبكة ببلوك أو حائط صد من دولة، هترجع سهلة يا دولة المفروض ما تطلعش. وادي كرة كده قوية جدا خارج حدود الملعب، بيضربها قطب في حائط الصد. نوصلنا للنقطة 22-8 ووقت مستقطع بيطلبوا الخدمات الكيني. ونبدأ بقى نلم أوراقنا ونستعد كده إن شاء الله بريكفري يحصل لنا إحنا كمان لمباريات غدا، مباريات الدور قبل النهائي ما بين الأهلي وسموحة والسويحلي الليبي. ومنتظرين طبعا إن شاء الله بقى الجيش يفوز كمان على السجون الكيني. وإن كان النهاردة بقى في أمسية كده بحضور عملاقين من عمالقة النادي الأهلي، كابتن نور عطية وكابتن فؤاد عبد السلام، بداخل ملعب واستديو ملوك الصلاة، وكابتن هيثم يلعبهم النهاردة شوية بقى على الأداء ويشوف كده توقعات بكرة إن شاء الله إيه. و22 الأهلي 8 الخدمات الكيني. عبوا على الإرسال رقم 3، بيلعب إرسال طويل في 5 ولكن استقبال جيد وعلى 3 متر كده، وكرة في حوات الصد بتلاقي دفاعات قوية ولكن بدربكة تخرج خارج الملعب. و23 8 ما زال عبوا على الإرسال، تاني ارسال بنفس طريقه الاستقبال لفريق كيني، وضرب في ايد حوات الصد لدوله كده ما يكونش لافف في وش ايديه لجوه، تخبط في ايده وتخرج خارج الملعب. 9 الخدمات الكيني 23 الاهلي. ويرجع كريشر على الارسال رقم 10، وادي استقبال رائع وضرب من منتصف الشبكه، وكره ترجع باي لك كده للنادي الاهلي. والله يا عبد الله بادائك الرشيق المرن ودولة، ولكن في لمس شبكه لسنتر بلوك الكيني رقم 5 سيمون كيبوك. ويرجع بقى قطب على الارسال، وقد ايه فعلا كره جميله قوي بيعملها عبد الله من على خطوط ال 3 متر، بتبقى صعبه جدا ولكن باقتدار كده يضربها دولة بنقطه. وادي قطب بارسال قوي خارج الملعب يقطب. 24 الاهلي 10 الخدمات الكيني. ان شاء الله دي تكون النقطة الأخيرة كده واللي فوز النادي الأهلي. اللاعب رقم 13 وكيسيا اللي نزل كده في الشوط الثالث غير لهم الأداء شوية. وآدي كرة فعلا بختام الشوط الرابع، وألف مبروك تأهل النادي الأهلي للمربع الذهبي. وإن شاء الله نلتقي بقى غدا مع بعض كده في مباريات قبل النهائي، ونرجع للكابتن هيثم استديو التحليل وبرفقة بقى الدكتور فؤاد عبد السلام والكابتن نور عطية. كان معكم محدثكم عزب الشرباجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.